كشف مصدر أن وزارة الكهرباء رفضت إعفاء أو تخفيض فاتورة الكهرباء الخاصة بمركز مجدي يعقوب لأمراض وبحوث القلب الخاصة بمؤسسة الجراح العالمي الدكتور مجدي يعقوب. وأكد المصدر للمصري اليوم أن القانون لا يسمح بخفض أو الإعفاء من فاتورة كهرباء، وأن الإعفاء أو خفض الفاتورة غير قانوني، ولا تملك الوزارة أي صلاحيات قانونية في هذا الأمر. وأشار إلى تقديرهم للدور الذي تقوم به مؤسسة الدكتور مجدي يعقوب وجميع مؤسسات العمل الخيري والجمعيات الأهلية، ولكن القانون الحالي لا يسمح للوزارة أن تقوم بالإعفاء لأنه مال عام، وأي مخالفة تعد إهدارا للمال العام. المصري اليوم نشر الخبر ده بتاريخ 24 فبراير 2021، رفضوا إعفائه من فاتورة ب 650,000 جنيه. ومن ناحية أخرى كانت انتشرت الصورة ديت للدكتور مجدي يعقوب، طبعا شايفين ملابسه مش جديدة قوي والتابلت حتى قديم شوية، وكانت كاتبة قد علقت على الصورة قائلة: دي صورة للدكتور مجدي يعقوب، ما لفت نظري ليس فقط بساطة مظهره بل ملابسه القديمة وحافظة التابلت القديمة البالية بيده. في مرحلة معينة من العطاء سوف تنسى نفسك، حتى لو كنت أغنى الأغنياء ستصارع الزمن من أجل أن تنقذ حياة الآخرين، وكأنك في سباق أو صراع مع الزمن. وناس تانية بتدور على لبس ماركات وموبايلات ولا آيفون بمبلغ وقدره، لأنه تعود أن قيمته فيما يرتديه. أما هذا الرجل فقيمته فيما يحمل من محبة، من عقل، من علم وخبرة وإنسانية وضمير صالح. أنت مدرسة متحركة للفضيلة يا سيدي. ربنا يقويه ويخلي الوزارة تفكر في حكاية إعفائه من 650,000 جنيه للمركز اللي بيعالج الناس بالمجان. ومعرفش إيه حكاية شهر فبراير مع الدكتور مجدي يعقوب، لأن في شهر فبراير من السنة اللي فاتت برضه انتشر مواضيع هل هيخش الجنة ولا لأ، وهنشوف تفاصيل عن الموضوع ده دلوقتي. قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف منع الشيخ عبد الله رشدي إمام وخطيب مسجد الإمام علي بن أبي طالب بمصر الجديدة من صعود المنبر أو أداء الدروس الدينية بالمساجد أو إمامة الناس بها لحين الانتهاء من التحقيق معه في المذكرة المرفوعة ضده، وما يبثه من آراء جدلية لا تقبلها الوزارة ولا يحتملها واقعنا الراهن. وكان الشيخ عبد الله رشدي كان كتب على حسابه على تويتر التويتة التالية: العمل الدنيوي ما دام ليس صادرا عن الإيمان بالله ورسوله فقيمته دنيوية تستحق الشكر والثناء منا نحن البشر في الدنيا فقط، لكنه لا وزن له يوم القيامة، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منصورا. ومن السفاهة أن تطلب شهادة بقبول عملك في الآخرة من دين لا تؤمن به أصلا في الدنيا. ثم رد الشيخ عبد الله رشدي اليوم الاثنين 24 فبراير 2020 على قرار منعه قائلا: صدر قرار من وزارة الأوقاف بوقفي عن العمل الدعوي وإحالتي للتحقيق كما حدث من قبل، المهم أنني عملت بالقرار. هو يقصد علمت بالقرار من صفحة الصحفي محمد الباز، والذي نشر الخبر قبل نشره على موقع الوزارة الرسمي ب3 دقائق: ثابت على مبادئي وكلماتي وسأبقى بها صادحا ما دمت حيا إن شاء الله. 24 فبراير 2020، دي رده. كما علق الشيخ عبد الله رشدي على الاتهامات قائلا: إنني لم أتطرق في منشوراتي لشخص الدكتور مجدي يعقوب،
لا من قريب ولا من بعيد. غاية الأمر أنني أتكلم في ضوابط قبول العمل عند الله يوم القيامة من منظور إسلامي، كما ورد في القرآن، وكما هو اعتقاد المسلمين قاطبة، أن العمل مع تكذيب الله ورسوله لا قيمة له يوم القيامة في ديننا نحن المسلمين. وهذا الكلام قلته مرارا وتكرارا، وسأظل أقوله لأنه ديني ودين كل مسلم، ولا مجال للعبث في ذلك. وعلقت الفنانة نشوى مصطفى على تغريدة الداعية عبد الله رشدي حول جراح القلب العالمي مجدي يعقوب، والتي وصف فيها عمليه الخيري في الدنيا بأنه لا قيمة له في الآخرة. وقالت نشوى في منشور عبر صفحتها الشخصية بموقع الفيسبوك: يا أخي كسفتونا، يا أخي اقتدي بنبي الرحمة، يا أخي يا ريتك تكون روحك فيها سلام ومحبة وعطاء زيه، يا أخي يا ريتك تكون سفير دينك زي ما هو سفير دينه. وأضاف: يا أخي اخدم عباد الله وابذل في سبيل مرضاة الله مالك وطاقتك ووقتك زيه، يا أخي شككتوا الشباب في صواب العقيدة وكفرتوهم. يعني لما شاب يسمع كلامك التكفيري اللي متبطن بإحساس فيه تعالي وكأنك بتقول أنا الأفضل، ويشوف أفعاله البسيطة الطيبة المتواضعة، تفتكر هيقتدي منين؟ ثم ختمت كلامها بالشهادتين. ومن ناحية أخرى، فقد خرج علينا الداعية السلفي سامح عبد الحميد ليؤكد أن الدكتور مجدي يعقوب هو رجل سخر نفسه لتخفيف آلام الناس، وأسس صرحا طيبا في طبيا في أسوان لعلاج الغلابة بالمجان. ولكن هذا حسب الداعية السلفي لن ينفعه مثقال ذرة عند الله، حيث أن الجنة للمسلمين فقط. وأضاف عبد الحميد في بيان له: مجد يعقوب إن مات عن نصرانية ولم يدخل الإسلام فهو في النار، ولا تنفعه أعمال الخير للمرضى في الخروج من النار، فهو قد أساء إلى ربه ومولاه برفضه الدخول في الإسلام. وبالطبع فكلام الداعية السلفي يمثل وجهة النظر الأكثر سيادة وتداولا بين عموم المسلمين، لكن ما لا يعرفه الكثيرون أن هناك في تلك المسألة وجهة نظر أخرى تناقض هذا الرأي السائد، ولها مرتكزات من النقل والعقل تستند عليها وتستشهد بها في إثبات وجاهتها وصوابها. وفي كتابه القرآن والسلطان قال الكاتب الإسلامي فهمي هويدي: إن الله ليس منحازا لأحد. ويستشهد هويدي بكلمات للشيخ عبد الله كانون شيخ علماء المغرب، والتي أوردها في كتابه الإسلام أهدى، وهي: غاية الأمر أن المسلمين يسمون أمة الإجابة، وغيرهم يسمون أمة الدعوة، فالجميع أمته. ويشير هويدي إلى أن الله ليس منحازا لأحد، وهذه واحدة من الحقائق الأساسية في التفكير الإسلامي التي ينبغي التنبيه والتذكير بها. ومن التبسيط الشديد للأمور ومن الفهم المسطح والقاصر للإسلام أن يروج البعض لفكرة أن الطريق إلى السماء حكر على نفر من الناس، بل إنه من الإساءة إلى عدل الله أن يعلن كائنا من كان أنه صادر لحسابه مفاتيح الجنة وهو جالس في مكانه. ومن جانبه قال الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر لليوم الجديد، وبالتحديد حول قول القرآن: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال: إن الجنة جنة ربنا وليس مع أحد مفاتيحها ولا مفاتيح النار، ولا ندخل أحدا النار أو الجنة. وأكد كريمة أن الجنة ليست حكرا على المسلمين فقط، مشيرا إلى أن المسيحيين الصالحين يدخلون الجنة لأن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. وأضاف أن هذا ليس كلامه بل هو كلام الله، وكذلك حديث نبي الإسلام حين قال: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. والرحمة هنا ليست مقصورة على المسلمين فقط،
دون غيرهم من أهل الشرائع الأخرى. ومن ناحية أخرى هنا الدكتور صبري عبادة وكيل وزارة الأوقاف الأقباط ببدء صيامهم الكبير وبقرب حلول عيد القيامة. بقول للدنيا كلها رسالة حقيقية وليست مصطنعة بين قطبي الأمة المسيحيين والمسلمين في مصر تحت مظلة قيادة سياسية توحد ولا تفرق وتجمع ولا تمزق. ومن ناحية أخرى التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بمكتبه في مقر مجلس الوزراء الدكتور مجدي يعقوب جراح القلب والمصري العالمي. يرافقه الدكتور مجدي إسحاق الرئيس التنفيذي لمؤسسة مجدي يعقوب لجراحات القلب والدكتور محمد غنيم أستاذ زراعة الكلى. وحرص الدكتور مجدي يعقوب خلال اللقاء على دعوة رئيس مجلس الوزراء لوضع حجر أساس مركز مجدي يعقوب العالمي لجراحات وأبحاث القلب بمدينة السادس من أكتوبر كامتداد لمركز القلب بأسوان. وأكد الجراح العالمي أن تلبية هذه الدعوة تضيف زخما لانطلاقة هذا المشروع الطبي العملاق الذي يحظى باهتمام ودعم وتمويل من جانب العديد من الشخصيات المصرية والعربية والمؤسسات المختلفة، حيث تصل تكلفة إقامته وتجهيزه لنحو 4 مليار جنيه. ويهدف إلى إجراء عدد كبير من العمليات سنويا بالمجان يكون للأطفال نصيب أكبر منها. وده أثناء لقائه مع رئيس الوزراء الدكتور السير الجراح العالمي مجدي يعقوب، ربنا يديله الصحة ويقويه. هاجمت الدكتورة سعاد صالح رئيس قسم الفقه المقارن بجامعة الأزهر تصريحات بعض مشايخ السلفية المهاجمة للدكتور العالمي مجدي يعقوب وحديثهم حول ديانته، مؤكدة أن تلك التصريحات غير صحيحة، قائلة: ربنا يعميهم ويعمي أبصارهم ويكمم أفواههم. وقالت أستاذة الأزهر للوطن أن الدكتور مجدي يعقوب إنسان عظيم، بل هو أعظم عند الله من مليون مسلم ظاهري من الذين يدعون الإسلام وهم لا يعملون به، ومنهم دعاة خرجوا باعتذارات خلال الأيام الماضية عما اقترفوه في حق الإسلام والمسلمين من أخطاء. وأضافت رئيسة القسم الفقه المقارن بجامعة الأزهر: هؤلاء ليسوا علماء ولا دعاة بل جهلة يشوهون الإسلام، ومجدي يعقوب أعظم عند الله من هؤلاء الجهلة. ده التصريح اللي نشرته الوطن اليوم السبت 22 فبراير 2020. ومن ناحية أخرى أثنى الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي على التعاون مع جراح القلب المصري العالمي السير مجدي يعقوب، وذلك بعد التبرعات التي جمعتها مبادرة صناع الأمل بقيمة 360 مليون جنيه من أجل بناء مستشفى مجدي يعقوب الجديد للقلب في القاهرة. ونشر حاكم دبي صورة تجمعه بالدكتور مجدي يعقوب وهو يمسك بيده على المسرح أثناء تكريمه بوشاح محمد بن راشد للعمل الإنساني. وقال في تعليقه عليها: مع البروفيسور مجدي يعقوب يدا بيد نصنع أملا جديدا أطال الله عمره وزاده همة وطاقة ونشاطا في خدمة الناس. ويأتي هذا بعدما تصدر هاشتاج بعنوان مجدي يعقوب ترند تويتر في مصر والإمارات على مدار الساعات الماضية تكريما من المغردين على مواقع التواصل الاجتماعي لجراح القلب المصري العالمي السير مجدي يعقوب. وجه المغردون آلاف التغريدات من رسائل المدح والثناء على الدكتور مجدي يعقوب، حيث قال مصطفى قدري: أنت الأسطورة الحقيقية ملك القلوب. فيما قالت رشا أحمد سعيد: أنت نمبر ون الحقيقي، أنت الأسطورة الحقيقية ونحن فخورون بك.
يذكر أن جراح القلب السير مجدي يعقوب تحدث عن الفكرة الأساسية لإنشاء مستشفى الدكتور مجدي يعقوب الخيري، وقال: الفكرة إن إحنا نعالج الناس بمساواة كاملة بغض النظر عندهم فلوس ولا ما عندهمش، شكلهم إيه، لونهم إيه، ديانتهم إيه. والمركز ده اللي هو مركز القلب في أسوان والمركز الجديد ما بياخدش ولا مليم، بيعالج الناس مجانا. ودي الصور مع حاكم دبي.